عم استجد بالليل بخلدي ملفت للنظر، لأنه عمليا يعني عدم احترام وضع المنطقة اللي نحط فيها شعائر دينية، هيدي شغلة بتمس بالسلم الأهلي. يعني إذا هذا الموضوع لم يتم تداركه، مثل ما الحكمة اللي أطلقها مبارح وليد بيك إنه خط الجنوب حذار من قطع طريق الجنوب، لأنه هذا شيء بيعني كتير لأهل الجنوب كلهم. يعني ما حدا يحاول يستثمر بهذا الحادث الفردي، ساعتها الوضع الأمني ممسوك. يعني دائما بيخوفونا من حرب أهلية عندما الناس تنزل للشارع وبتعيط إنه يا سلطة مش هيك بيتم التعامل معنا. إذا نحن بهذا الوضع السياسي وهذا الاستنشاق من السلطة إنه لا في حكومة ولا في، ورعدنا لتجربة وكأنه ما في شيء بالبلد، هذا الوضع بده ينفجر. إذا حادث فردي لدينا الطاقة والإمكانيات والأساليب إنه نقدر نوقف، حتى بأمور استباقية، حتى ما قبل الفعل الأمني لدينا الإمكانية. ولكن إذا كان هذا الأمور خارجية، أعتقد هون بده يدخل الحل السياسي. الحل السياسي بينهي الموضوع. تقرير أمريكي صدر الأسبوع الماضي بيقول إنه داعش رجعت قوت نفوذها ورجعت جمعت بالصحراء السورية والصحراء العراقية، جمعت بعض من مقاتلينا السابقين وتقدر عديدهم بعشرة آلاف. إذا داعش بده يرجع يستثمر فيهم بلبنان، هذا عامل خارجي صعب جدا. ولكن وضع لبنان بدون ما يستثمر فيه وضعه صار، يعني صار لبنان بلد مترهل، يعني وصل للمكان اللي ترهل قد يقبل بأي شروط عليه. يعني مش بالصدفة بتجي الأساطيل لعنا لهون، مش جاي بس حتى تساعدنا بالبور والهيدي، جاي حتى تستخدم نفوذ في لبنان عن جديد وتتصارع بنفوذ مقابل الأتراك ضد الفرنسيين والأوروبيين، الأمريكان ضد مين. يعني هذا الخوف أنه يصير في عامل خارجي، أنا بخوفني كتير أن يقال أنه هناك داعش أو تدعم داعش.